يقول الكتاب: وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. محتاجين يا رب قادة يشاوروا عليك، محتاجين قادة يحبوك يكرموك يعيشوا في خوفك، يقودوا الشعب لمرضاتك ولشخصك والمجد اسمك. واثق أنك مش بس بترسل ليهم كلمة الحياة، ولكن تؤاذرهم وتعضدهم بآيات وعجائب تؤيد الكلمة. الأيام المقبلة أيام مجيدة، فيها يختبر شعب الله معجزات وآيات وعجائب تؤيد الكلمة. المصداقية بتاعة شعب الله مش في كلام بيتقال، ولكن ببرهان الروح والقوة. أيد يا رب الكلمات التي تقال ببرهان الروح والقوة. المس يا رب كل واحد، كل إخواتنا اللي بيسمعون، المسيحيين والمسلمين وكل الديانات وكل الأشخاص، المسهم بيدك المقتدرة المحبة بخلاص عجيب، بشفاءات بيدك يا رب المعضدة. اسند يا رب، أنت اللي تعرف تتعامل مع كل نفس، أنت اللي تعرف تسد كل احتياج. ليك كل المجد يا رب. أمين. هبنا حكمة وقوة، املأ القلوب حبا، سئمنا كثرة بل فرحا.